مرحبا، اسمي لقاء عثامنة، وبفيديو اليوم رح أحكي عن السيستماتيك ريفيوز. شو هم؟ كيف بنكتبهم؟ إيش هي معايير تقييمهم؟ وشو في موارد متاحة أونلاين ممكن نستفيد منها لكتابتهم؟ تابعوني وخلونا نتعلم سوا. موضوع كتابة المراجعات المنهجية أو السيستماتيك ريفيوز موضوع واسع وكبير. بفيديو اليوم رح أحاول قدر الإمكان أحكي عن أهم المعلومات اللي بنحتاجها لنفهم عملية كتابة السيستماتيك ريفيوز بشكل أفضل. بدنا نعرف شو هم السيستماتيك ريفيوز، كيف بيختلفوا عن التراديشنال ريفيوز، كم بياخدوا وقت، كم شخص بنحتاج لفريق البحث، وشو في مصادر ممكن تساعدنا على الكتابة وتنظيم البحث. بعدين رح أحكي لكم طريقة إجراء السيستماتيك ريفيوز خطوة بخطوة. كثير الناس بتخلط بين السيستماتيك ريفيوز والتراديشنال ريفيوز، أو اللي بنسميها literature ريفيوز، narrative ريفيوز، critical ريفيوز أو commentaries. السيستماتيك ريفيوز هو جمع كل البحوث المنشورة أو غير المنشورة بمجال معين بطريقة منهجية، شفافة، علمية، محايدة ومحددة، وتقييم هاي الدراسات ومقارنة نتائجها مع بعض للتوصل لتوصيات معينة حسب هدف البحث الرئيسي. كل الدراسات اللي بتنطبق عليها الانكلوجين كرايتيريا للبحث لازم نشملها بالدراسة. طبعاً الانكلوجين كرايتيريا والطريقة كاملة لازم تكون محددة ومكتوبة بالتفصيل قبل ما نبدأ عملية تجميع الأبحاث لنضمن شفافية النتائج وإمكانية تكرارها إذا لزم الأمر. الليترشر ريفيوز أو أنواع الريفيوز الثانية اللي مش سيستماتيك عادة بتكون مفيدة للحصول على معلومات أساسية حول موضوع معين، لكن أساليب كتابتها أو المعلومات اللي بتحتويها تختلف عن السيستماتيك ريفيوز، وبأغلب الأحيان ما إلها طريقة أو ميثودز صارمة أو محددة، وبالتالي طريقة اختيار الدراسات وتقييمها ودمجها تختلف حسب الكاتب، وصعب شخص تاني عم يكتب بنفس الموضوع يكرر نفس النتائج اللي توصلوا لها بالضبط. بهذا النوع من الأبحاث كباحث تقدر تختار الدراسات المهمة لموضوعك وتلخص المعلومات اللي بنظرك إلها علاقة بسؤال بحثك. هلأ أي دراسة أو بحث فردي ممكن يتوصل لنتائج ما تكون صحيحة، ممكن عن طريق الصدفة أو بسبب خلل بتصميم الدراسة، تطبيقها أو نشر نتائجها. من خلال تدقيق وتجميع كل نتائج الدراسات المتعلقة بمجال محدد ببحث واحد، السيستماتيك ريفيوز بتقدم صورة أكثر شمول من الدراسات الفردية. السيستماتيك ريفيوز الجيدة بتقدم تقييم أفضل ونتائج أدق، وعادة بتكون أقرب للحقيقة. الوقت اللازم لإجراء سيستماتيك ريفيو بيعتمد على الموضوع اللي رح تكتب فيه وجدولك. كوكرين، واللي هي منظمة خيرية بريطانية دولية تم تشكيلها لتنظيم نتائج البحوث على شكل سيستماتيك ريفيوز، قدرت أنه سيستماتيك ريفيوز المنشورة عندهم تستغرق حوالي سنة لإكمالها. حتى لو سيستماتيك ريفيو تبعتك ما كانت للنشر بكوكرين مدة 6 أشهر لسنة، تعتبر تقدير مقبول للفترة الزمنية اللازمة لإكمال البحث. خطوة أساسية بإجراء السيستماتيك ريفيو هو تشكيل الفريق. رح نحكي عن طريقة كتابة السيستماتيك ريفيو بالتفصيل كمان شوي، بس بشكل مختصر الدراسات اللي بتنطبق عليها الانكلوجين كرايتيريا ممكن تكون جزء من السيستماتيك ريفيو، بتم تجميعها بقائمة طويلة بتحتاج شخصين مستقلين يراجعوا هاي القائمة كل واحد لحاله، وقرروا أي من الأبحاث بالقائمة مناسب إضافته للبحث وأي منها غير مناسب. الشخصين بيراجعوا القائمة بشكل مستقل للتقليل من التحيز أو الخطأ غير المقصود. طيب، هل عرفنا أنه فريق العمل على الأقل بيحتاج شخصين؟ بالإضافة للشخصين اللي حيراجعوا القائمة، بتقدر إذا بدك تزيد عدد الباحثين المشتركين بالبحث حسب الحاجة. عدد كبير من الأوثرز أو الباحثين ممكن يقسم العمل ويقلل العبء، بس ممكن يصعب عملية التنظيم والاجتماعات وتسيير الأمور. لتحديد الحجم المناسب للمجموعة، خذ بعين الاعتبار دور كل عضو في الفريق. مفروض الفريق يحتوي على ناس عندها خبرات مختلفة بتحتاجوها بالبحث، وخصوصاً بمجال الموضوع اللي بتدرسه، ويكون عندهم أكسس لمصادر ومراجع ومهارات بتحتاجوها بالبحث. ممكن مثلاً تحتاجوا ستاتيشن أو شخص مختص بالإحصاء إذا كانت التحاليل المطلوبة معقدة أو فكرتوا تعملوا ميتا أناليسز. ممكن مثلاً تحتاجوا لايبريريان أو شخص بيشتغل بالمكتبة ليساعدكم تلاقوا قائمة الأبحاث اللي رح تراجعوها.
إذا كنت بتكتب السيستماتيك ريفيو للمرة الأولى، من المفضل يكون عندك مرشد أو خبير أو منتور للسيستماتيك ريفيوز ليوجهك ويساعدك خلال عملية البحث. هلا بدنا نحكي عن بعض المصادر اللي ممكن تساعدنا على الكتابة وتنظيم البحث اللي رح نحتاجها قبل ما نبدأ. في كثير مصادر حددت معايير إجراء السيستماتيك ريفيوز، مثلاً The Cochrane Handbook أو دليل كوكرين، ووثيقة رسمية بتوصف بالتفصيل عملية إعداد كوكرين سيستماتيك ريفيوز. هاي الوثيقة مفيدة حتى لو ما كنت بتكتب سيستماتيك ريفيوز لكوكرين. مثال ثاني The Institute of Medicine، معهد الطب الأمريكي، برضو عندهم وثيقة فيها توصيات لإجراء السيستماتيك ريفيوز، وعادة تستخدم من قبل الأطباء لمقارنة فعالية العلاجات أو التدخلات الطبية أو الجراحية. وأخيرا في برضو معايير بريزما، واللي هي اختصار لـ Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. بريزما بيحتوي على تشيك ليست أو قائمة مرجعية وفلو دياجرام ليساعد المؤلفين على إجراء ونشر نتائج السيستماتيك ريفيوز. والميتا أناليسز، بريزما هو نظام معتمد من قبل منظمات كبيرة مثل كوكرين، مركز المراجعات والنشر The Center for Reviews and Dissemination، مجلس المحررين العلميين The Council of Science Editors، وعدد لا يحصى من المجلات العلمية. بريزما بيهدف بشكل رئيسي لتحسين نوعية السيستماتيك ريفيوز. خلينا نشوف صفحتهم سوا ونشوف كيف بيساعد. اوكي سو هلا هذا ويب سايت بريزما اللي هو prismastatement.org، فيه موجود معلومات عن هذا الويب سايت. على اليمين هون في عنا الكي دوكيومنتس، اهم تو دوكيومنتس بدنا نفتح عليهم او نركز عليهم بالسيستماتيك ريفيوز بهذا الفيديو، هم التشيك ليست والفلو دياجرام. التشيك ليست رح اروح عليها هلا، رح اورجيكم فيها كل السكشنز اللي هم بالخط الاصفر هون مضللين بالاصفر، كل سكشن من السكشنز الاساسيين بالسيستماتيك ريفيو، وتحت كل سكشن موجود الكومبوننتس او اهم الاشياء اللي لازم تكون محتوى بهدول السكشنز. في عندك عندكم التايتل، ابستراكت، الانترودكشن، ميثودز، results، discussion، وfunding. وكل واحد منهم زي ما انتم شايفين هون، مثلا بالميثودز لازم تكونوا موجود حاطين معلومات على البروتوكول والregistration للsystematic review، eligibility criteria، information sources، search، study selection. المهم كل الكومبوننت المهمة بكل سكشن موجودين هون، وموجود على اليمين التشيك ليست ايتم شرح بالضبط ايش متوقع منك تكون كاتب عن هاي الكومبوننتس. هاي الدوكيومنت كتير مفيدة وكتير مهمة وكتير بتسهل عليكم انه تكتبوا السيستماتيك ريفيو. هاد البريزما فلو دياجرام زي ما انتو شايفين في تفاصيل عن رح نحكي اكتر عن بعدين عن هاي البروسيس، بس انه كم بيبر جمعتو، كم وحدة بعد طبقت عليها الانكلوجين كريتيريا، كم وحدة اضطريتوا تشيلوها من الليست تبعت الابحاث اللي راح تناقشوها بهاي البيبر، كم بيبر انكلودد بالفاينل اناليسز او بالفاينل بيبر. فهذا الدياجرام تلاقوه برضه ببريزما، بتقدروا تستخدموه نفسه زي ما هو بس تعبوا الارقام اللي بتنطبق على البيبر تبعتكم. هلا بعد ما حكينا عن اساسيات السيستماتيك ريفيوز راح نشرح خطوات عمل السيستماتيك ريفيوز بالتفصيل، من توضيح وتحديد سؤال البحث لكتابة التقرير كامل. خطوات تجهيز السيستماتيك ريفيو هي 8 خطوات رئيسية رح نحكي عنهم واحدة واحدة بالتفصيل. الخطوة الأولى clarify your question. البحث المتقن المتخصص بيبدأ عادة بسؤال واضح ومحدد ومكتوب بطريقة صحيحة. قبل ما تبدأ البحث تأكد أنه عندك هدف واضح. شو هو السؤال اللي بدك تحاول تجاوب عليه؟ سؤال السيستماتيك ريفيو عادة بيحتوي على 5 عناصر رئيسية ملخصة بكلمة PCOS: Population, Intervention, Comparisons, Outcomes, Study Design. هدول العناصر الخمسة بيشكلوا برضو المعايير الأساسية للإنكلوجين كريتيريا أو معايير الإدراج اللي المفروض نحددها قبل بداية البحث. مثلا ممكن يكون في عنوان لدراسة systematic review اسمها The Impact of Intermittent Fasting in Adults with Elevated Blood Pressure A systematic review. بهاي الدراسة المؤلفين حددوا المعلومات التالية قبل ما يبدو البحث. لما بنرتب معلوماتنا بهاي الطريقة بصير أسهل علينا نفهم شو بدنا نعمل.
الإليجيبيليتي كرايتيريا اللي هي برضو الإنكلوجن والإكسكلوجن كرايتيريا بتساعد على تجنب التحيز الغير مقصود من خلال وجود قواعد ثابتة حول الدراسات اللي رح نعملها إدخال أو استدراج أو استبعاد عند الإجابة على سؤال البحث الرئيسي. نظيف الدراسة للبحث لازم تنطبق عليها كل معايير الاشتمال أو الإنكلوجن كرايتيريا وما تحتوي على أي من معايير الاستبعاد أو الإكسكلوجن كرايتيريا. ايديالي الإليجيبيليتي كرايتيريا مفروض تكون محددة ومفصلة قبل ما نبدأ السيستماتيك ريفيو. تحديد طريقة البحث قبل بدايته بيقلل من احتمالية البياس أو التحيز بالسيستماتيك ريفيوز. الخطوة الثانية Create a Protocol. تحضير البروتوكول أو طريقة الدراسة هي خطوة مهمة بتجهيز الريفيو. مرة ثانية، الهدف من هاي الخطوة هو تقليل البياس أو التحيز وتعزيز الشفافية بتطبيق الدراسة وتقليل الأخطاء. البروتوكول بيحدد الطريقة الكاملة اللي بدنا نستخدمها بالريفيو ومفروض يحتوي على تفاصيل مهمة مثل سؤال البحث، معايير اختيار الدراسات أو الإليجيبيليتي كرايتيريا، طريقة البحث عن الدراسات، طريقة تحديد واختيار الدراسات، طريقة استخلاص المعلومات، تقييم جودة المعلومات، التوصل للاستنتاجات وخطة نشر النتائج اللي حيتوصل لها البحث. إذا خلال البحث صار في حاجة لتعديل الطريقة، مفروض نوثق هاي المعلومة ونكتب أسباب التعديل. ممكن الواحد يقرر يعدل على الطريقة بعد ما يفهم السؤال بشكل أفضل، بس مش مفروض نغير الطريقة إذا نتائج الأبحاث اللي عم نجمعها ما بتوافق نظرياتنا أو توقعاتنا. بالسيستماتيك ريفيو ينصح بس مش إجباري إنه نسجل البروتوكول أو الطريقة قبل ما نبدأ بتطبيق البحث. هلا رح أحكي لكم مثال عن كيف تسجلوا بحثكم وين. Prospero from the Center for Reviews and Dissemination of the University of York هي قاعدة بيانات دولية للسيستماتيك ريفيوز المختصة بالعلوم الصحية والاجتماعية. قاعدة البيانات هاي بتحتفظ بالمواصفات الرئيسية لبروتوكول أو طريقة السيستماتيك ريفيو بسجل دائم محفوظ. بيهدف بروسبيرو لتقديم قائمة شاملة من السيستماتيك ريفيوز للمساعدة على تجنب الازدواجية أو التكرار غير المقصود بالأبحاث. برضو بتسهل المقارنة بين البروتوكول المخطط مسبقاً ونتائج السيستماتيك ريفيو بعد ما تكمل وتجهز. خلونا نشوف سوا قاعدة بيانات بروسبيرو وأمثلة على دراسات مسجلة فيها. مثلاً هون أنا رحت على جوجل حطيت بروسبيرو يورك، طلعت لي أول واحدة هي، فهاي رح أورجيكم كيف شكلها. هاي قاعدة بيانات دولية فيها متابعة على National Institute for Health Research. رح نلاقي فيها systematic reviews مسجلين. مثلا هون search Prospero، رح أدور على مثلا مثال diabetes اللي هو السكري. حنشوف الدراسات زي ما أنتم شايفين هون في تقريبا 10,000 records found for diabetes. هاي قد في دراسات مسجلة فيها diabetes، دارسين فيها diabetes. طبعا هون بورجيكم متى ريجسترد والتايتل تبعت البيبر والتايب تبعها والريفيو ستاتس اونجوينج ولا ايش الوضع تبعها. طيب هلا مثلا خلينا نشوف اي واحدة، ندخل على اي واحدة. بهاي زي ما انتم شايفين هون مكتوب المؤلفين، السايتيشن تبعها، الريفيو كويستشن ايش هو بالضبط، شو السيرش داتابيسز اللي استخدموها، هاي الليست كاملة أو حتى الكلمات اللي استخدموها بالبحث موجودة، type of study، الكونديشن، participants. هلا رح تنتبهوا انه عنا خصائص البيكوس اللي حكيت لكم اياها، البي participant، intervention، comparator. زي ما انتم شايفين هون مثلا participant تبعونهم people with type 2 diabetes، الانترفنشن الشاي الصيني، الجروب اللي بقارنهم فيهم او الكومبيراتور او الكنترول، بلاسيبو نو تريتمنت، المين اوتكم نسبه الجلوكوز بالدم، اديشنال اوتكمز، ريسك اوف بايس كيف عملوا له اسسمنت ستراتيجي. يعني هاي فيها كل التفاصيل عن الدراسه بتكونوا حاطينها هون. يعني تخيلوا انتم لو تعبوا هذا الفورم او تعبوا كل هاي المعلومات قد ايه بتكونوا سهلتوا على حالكم اشياء او جهزتوا بالميثودز تبعتكم. وهون بالاخر موجود الستيج الحالي للدراسه. يعني المهم هاد البروسبيرو
داتابيس فيها كل المعلومات اللي بتحتاجوها عن اي سيستماتيك ريفيو مسجلة فيها. طبعا ممكن استخدام تاني انتو تستفيدوا منه انو دوروا على بيبر قريبة على الموضوع تبعكم تشبهه مثلا بس على اشي تاني بدكم تشتغلوا، شوفوا هم شو عبوا كيف كتبوا، اكتبوا اشياء زيهم بس على البيبر تبعتكم، فيعني بتسهل لكم طريقة انه شو تفكروا ايش بدكم المعلومات اللي تحطوها او ايش السيرتشز اللي تعملوها او كيف تكتبوا الكويستن تبعكم. هلا بعد ما حددنا سؤالنا كتبنا طريقة البحث وسجلناها بدنا ننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هي search the literature. البحث بالدراسات السابقة أو searching the literature هو جزء أساسي بالsystematic reviews، وهي عملية طويلة وأعقد من اللي متعودين عليها بكتابة أنواع الأبحاث الأخرى. حتى عملية البحث تبعنا تكون شاملة بدنا ندور على الدراسات اللي إلها علاقة بسؤالنا على أوسع نطاق ممكن. بشكل عام بالسيستماتيك ريفيوز عدد الأبحاث اللي حنجمعها بهاي الخطوة رح يكون كبير، حسب سؤالك ممكن يطلع معك عدد بالمئات أو الآلاف. كون مستعد تراجع وتدقق عدد كبير من الدراسات. الخطوة الأولى بـ Searching the Literature هي تحديد الـ Databases أو قواعد البيانات اللي حتبحث فيها. أمثلة على Databases بيوصي فيها Cochrane Handbook هي PubMed, Embase, Cochrane Central Register of Control Trials. بس حسب الموضوع الخاص فيك ممكن تحتاج تبحث بـ Databases تانية. الخطوة الثانية بدك تحدد Search Terms أو مصطلحات البحث. بدك تحدد الكيوردز الرئيسية والكنترول الكنترولد فوكابولاري لتقدر تكون شامل قدر الإمكان. خلينا نشوف مع بعض مثال على طريقة البحث لقائمة الدراسات لعمل سيستماتيك ريفيو. هذا مثال انه عندنا دراسة RCTs اللي هو Randomized Control Trials Studying Social Skill Development in Children with ADHD. في عندنا أربع عناصر رئيسية لهذا البحث. أول شيء بدهم يكونوا RCTs Randomized Control Trials عن Social Skills بالChildren اللي عندهم ADHD اللي هو التوحد. هلا هدول أربع groups، أول شيء حددنا الأربع عناصر الرئيسية. هلا كل عنصر رئيسي بدنا نحط له كل الكلمات اللي ممكن بالسيرش دول يعني توصلنا له. يعني مثلا children كلمة child، كلمة boys girls preschool pediatric adolescent، هدول كلهم لو نعمل سيرش فيهم بيعطونا أبحاث عن children. RCTs برضو randomized trial randomized clinical trials randomized control trials كل هدول ممكن يدلونا على الـ RCTs. نعمل نفس الاشي مع الـ ADHD، نفس الاشي مع الـ social skills، كل واحد منهم على جنب بجروب منفصل بنحط كل الكلمات اللي ممكن تدل عليه. لما نجهز هدول الأربعة، طبعا بيعتمد على سؤالك ممكن يكونوا أكثر من أربعة خمسة أو ستة أو ثلاث، بس نجهزهم بنبدأ نكتب الـ terms. هون زي ما انتو شايفين الجروب اللي بيدل على نفس الكونسبت او نفس المعلومة بنحط بين الكلمات or، الجروبس بين بعض بنحط and، يعني social skills or interpersonal skills or role play or social competence or كل هدول بينهم كلمة or. بس كل جروب social skills مع ال ADHD بنحط and، رتبهم بهاي الطريقة. بعدين بنحط السطر كامل كلياته بالسيرش. لما تطلع كل الأبحاث ذات العلاقة بموضوعك ممكن تحتاج تدور بالgray literature واللي هي عبارة عن الدراسات اللي مش منشورة بالمجلات العلمية زي الأبحاث اللي بيعرضوها بالمؤتمرات، أبحاث الماجستير والدكتوراه والتقارير الحكومية. هدول تقدر تلاقيهم بمواقع مثل clinicaltrials.gov the ProQuest dissertation database أو government agency websites. ممكن برضو تحتاج تبحث يدويا في قائمة المراجع ببعض الأبحاث المهمة بمجالك. من المهم جدا الاحتفاظ بسجل لجميع عمليات وأماكن البحث اللي عملتها. مفروض أي حدا يقدر يعيد طريقتك ويطلع معه نفس قائمة الأبحاث اللي طلعت معك. بدك تحط كل الدراسات اللي طلعت معك بقائمة طويلة مشان تقدر ترجع لها بالخطوات الجاية. الخطوة الرابعة screen studies.
بعد ما خلصت جمع كل الدراسات المتعلقة بموضوعك، بدك تتأكد إنها كلها مطابقة للإنكلوجين كريتيريا المحددة للبحث. هاي الخطوة بتحتاج على الأقل شخصين ليعملوها. بهاي المرحلة بتقدر تستخدم spreadsheets أو برامج المراجع زي RefWorks, EndNote و PaperPile. بدك تعمل list تحط فيها أسماء كل الأبحاث اللي لقيتها، المؤلفين والأبستراكت. أول شيء بدك تشيل أي دراسات مكررة. You have to remove duplicates. الخطوة الثانية بدك تقرأ عنوان الأبحاث والأبستراكت وتشطب أي دراسة واضح إنه ما بتنطبق عليها الإنكلوجين كريتيريا. الدراسات اللي ضلت بدك تلاقي البحث كامل وتقرأه. بدك تتأكد إنه كل بحث من الأبحاث بالقائمة بتنطبق عليه شروط الإنكلوجين كريتيريا كلها. بدك تقرر إذا هذا البحث لازم يضل أو لازم ينشطب من القائمة. مفروض يكون عندك سجل بتحط فيه ملاحظات عن كل بحث وليه لازم يضل وليه لازم ينشطب. بعد ما تخلص القائمة كاملة وزميلك يخلص القائمة نفسها بس على انفراد، بتجتمعوا وبتشوفوا شو الدراسات اللي انتوا الاثنين اعتبرتوها مناسبة تضل بتخلوها. بتشوفوا شو الدراسات اللي انتوا الاثنين متفقين انه لازم تنشطب وبتشيلوها. هلا الدراسات اللي مش متفقين على انها تضل او تنشطب، يا اما انتوا الاثنين بتتناقشوا وبتقرروا، او الافضل اذا كان فريق البحث اكثر من شخصين انه تحطوها بلست منفصلة وتخلوا شخص ثالث بفريق البحث يقرأها ويعطيكم رأيه اذا لازم تضل او تنشطب ويحل الخلاف. برجع بكرر انه مهم تسجلوا هاي القرارات والخطوات اللي بتعملوها بالتفصيل. كثير بفيد بهاي المرحلة انه تبدوا تعبوا الفلو تشارت او خطط التدفق اللي ورجيتكم اياه قبل على صفحة بريزما. هذا المخطط البياني هو طريقة بسيطة ومفيدة لتوثيق عملية اختيار الدراسات وتوضيح عدد الدراسات المتبقية في كل مرحلة من مراحل السيستماتيك ريفيو. مثلا هذا الفلو تشارت ممكن يحكي لنا انه انت لقيت 492 دراسة من الديتابيسز عن الموضوع و418 من مصادر أخرى، مجموع كل الدراسات كان 910، بعد ما شلنا المكرر ضل 773 دراسة، بعد قراءة العنوان والأبستراكت لل773 شطبنا 629 وضل 144 دراسة، قرأت النص كامل لهدول ورجعت شطبت 108 دراسة وضل عنا بالبحث 36 دراسة. كتير بفيد الفلو تشارت لنفهم كيف بديت ب 910 دراسة وبس 36 ضلوا بالآخر. الفلو تشارت مفروض ينضاف للمانوسكريبت بالآخر أو التقرير النهائي، فتجهيزه بهاي المرحلة ضروري وبفيدك بعدين. هلأ بما أنه لسه النهائية جاهزة بنقدر نبدأ الخطوة اللي بعدها. الخطوة الخامسة Extract Data. طريقة استخراج البيانات من قائمة الأبحاث النهائية مفروض تكون مفصلة بالبروتوكول. بالعادة بنحتاج أكثر من شخص لنقلل من نسبة الخطأ أو التحيز. لتوحيد العملية وتحسين صحة النتائج من المهم استخدام نموذج لاستخراج البيانات اللي بنسميه Data Extraction Form. نظراً لأهمية هذا الفورم بدكم تستثمروا وقت كافي للتفكير فيه وتصميمه. كل سيستماتيك ريفيو بتحتاج فورم مختلف، بس في طبعا معلومات عادة بتكون مشتركة. بهذا الفورم بدك تحدد شو المعلومات الرئيسية اللي بتحتاجها من الدراسات اللي جمعتها. مثلا ممكن تحتاج تعرف sample size، الانترفنشن، الستدي ديزاين، النتائج الرئيسية لكل بحث، اهم الليميتيشنز لكل بحث وهيك. بتقدر تستخدم وورد او اكسل او اكسس او جوجل شيتس لتنشئ قائمة فيها خانات محددة لكل المعلومات المهمة اللي لازم تأخذها من الدراسات المشمولة بالبحث لتقدر تجاوب سؤالك. الخطوة السادسة Appraise Included Studies. هلا بما انه الليست صارت جاهزة رح نبدأ نقيم الدراسات اللي حتكون جزء من السيستماتيك ريفيو تبعتنا. تقييم جودة الدراسة هو مؤشر على قوة الأدلة اللي موجودة بالريفيو. طبعاً حسب جودة الدراسات الموجودة ممكن نحدد إذا مفروض نعتمد على نتائجنا لتوجيه قرارات العلاج أو الوقاية أو التشخيص أو حتى السياسات العامة ولا لا. لما نقيم الدراسات اللي حطيناها بالريفيو بدنا نقيم احتمالية وجود باياس أو تحيز.
الستدي ديزاين، هل هو مناسب ولا لا؟ هل نتائجهم مناسبة للكونكلوجنز اللي عملوها أو لا؟ اختيارهم للأوتكم ميجرز والقضايا الإحصائية statistical issues، قابلية التعميم أو الجنراليزابيليتي. طبعاً التقييم بيتم باستخدام برامج وأدوات متخصصة، مش إحنا على كيفنا بنقيم الدراسات. هاي الأدوات بتختلف حسب اختلاف أنواع الدراسات اللي مشمولة بالسيستماتيك ريفيو تبعتنا. مثلاً في أدوات تقييم للراندومايز كنترول ترايلز اللي ممكن تختلف عن أدوات التقييم للأذر كوانتيتيف ستاديز. إذا سيستماتيك ريفيو تبعتك كان فيها أكثر من نوع واحد من الدراسات، ممكن تحتاج تقسمهم لمجموعات حسب الديزاين تبعهم وتقيم كل نوع لحال. من أنظمة التقييم الشائعة The Grade System. بهذا الفيديو ما رح نحكي بالتفصيل عن هذا السيستم، بس في كتير مصادر ممكن تلاقوها أونلاين تحكي لكم بالتفصيل عنه. The Grade System هو معتمد من قبل أكثر من 60 منظمة بما فيها الـ CDC، الـ World Health Organization، الـ American College of Physicians والـ Cochrane Collaborations. لتعرفوا أكثر عن هذا النظام وغيره من الأنظمة المماثلة، بدكم تدوروا أونلاين بالمواقع الإلكترونية على هدول البرامج. الخطوة السابعة Sensitize the Evidence. بدنا نستخلص توصياتنا ونتائجنا بناءً على الأدلة اللي جمعناها ولخصناها بالسيستماتيك ريفيو. نتائجنا ممكن نبنيها باستخدام عمليات إحصائية statistical techniques مثل الميتا أناليسز، أو بوصف عام للنتائج وكيف الأبحاث كانت متوافقة أو متعارضة مع بعض، واللي بنسميها الناراتيف أبروتش، أو ممكن تحتوي الاثنين سوا statistics وناراتيف أبروتش. باختصار، بالإضافة لتجميع النتائج مع بعض، بهاي المرحلة بدنا ناخد بعين الاعتبار قوة الأدلة. هل الدراسات متوافقة بنتائجها؟ إذا لا، شو ممكن سبب الاختلاف أو التناقض؟ مثلاً إذا عاملين systematic review عن intervention أو علاج محدد، أول شيء بدنا نشرح النظريات الموجودة عن كيف هاي الانترفنشن بتشتغل أو بتأثر على الجسم. بعدين بدنا نعرض دراسات الفردية اللي جربت هذا العلاج أو درسته ونعرض نتائجها. بعدين بدنا نناقش العلاقة بين هاي الدراسات ونقدم تقييم شامل لقوة هاي الأدلة أو الدراسات. أي systematic review بنعملها لازم يكون فيها نص مكتوب وtables بنعرض فيهم الوصف الرئيسي للدراسات المشمولة بالريفيو، وبنوضح خصائصها ونتائجها اللي استخدمناها ببحثنا. بشكل عام systematic reviews مش من مهامها إنها تقدم توصيات لشو مفروض مثلاً الأطباء أو المهندسين أو الأكاديميين يعملوا أو ما يعملوا خلال ممارسة مهنتهم. السيستماتيك ريفيو بتعرض الأدلة الموجودة وممكن تعطي توصيات إنه ينعمل أبحاث زيادة بالموضوع إذا في حاجة. الخطوة الثامنة والأخيرة Write the report. الخطوة الأخيرة هي إنه نكمل كتابة البحث ونجهزه. زي ما حكيت ببداية الفيديو، لازم نتأكد إنه طريقتنا كاملة مكتوبة وواضحة بحيث تحتوي على كل التفاصيل المهمة، ويقدر أي حدا بده يعيدها ويطلع معه نفس النتائج. مرات حسب وين بدكم تنشروا الريفيو بيكون في متطلبات مختلفة. حكينا مثلا عن Last Prisma وكيف ممكن نستخدمها لتساعدنا نشمل كل الديتيلز والمعلومات المطلوبة بالبحث تبعنا. في كتير مصادر تانية ممكن تساعدكم، راح أحط لكم قائمة فيها بآخر الفيديو، بس بدكم تنتبهوا إنه المصادر بهاي الليست مش كلها مجانية، فممكن تحتاجوا تتأكدوا إنه المؤسسة الأكاديمية اللي بتشتغلوا فيها تكون مشتريتها أو تشتري لكم إياها إذا قررتوا تستخدموها. مرات كتير بتلاقوا هاي المصادر بالمكتبة وبتقدروا تستخدموها من هناك. رتبوا الرفرنسز أو قائمة الدراسات اللي استخدمتوها بالريفيو بآخر بحثكم باستخدام برامج السيتيشنز زي ريفوركس، بيبر بايل، إند نوت وغيرها. لما تخصوا كتابة البحث، خلوا كل المؤلفين يقرأوا وعدلوا عليه حسب الحاجة وسلموه للنشر. هيك صار عندكم فكرة عن السيستماتيك ريفيوز بشكل عام وعن كيفية كتابة سيستماتيك ريفيوز خطوة بخطوة. شكرا على المتابعة وموفقين يا رب.